بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كمان في أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة لمناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وبرضه هيكون على فترات متقطعة، وهو ده كمان اللي هيزود الإحساس ببرودة الطقس. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الجو وليه احنا حاسين ببروده زايده شويه عن الايام اللي فاتت النهارده. هو طبعا بدات درجات الحراره من امس تنخفض بشكل تدريجي في معظم محافظات الجمهوريه، لان بدا ياثر علينا كتل هوائيه مصادرها مختلفه تماما، كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي بتكون منخفضه بشكل كبير في درجات حرارتها. كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم كله، فبتحجب جزء من أشعة الشمس، فبتساعد بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحرارة. كمان في نشاط لرياح، سرعات رياح اليوم هتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح عامل مهم جدا في إحساسنا بقيم درجات الحرارة، دايما وجود نشاط رياح يخليني احس بالبروده اكثر وانخفاض قيم درجات الحراره اكثر. احنا اليوم متوقعين العظمى على القاهره الكبرى 18 درجه مئويه خلال فتره النهار، مع وجود نشاط رياح احساسي بها هيكون اقل من 18 درجه مئويه، ويمكن ده اللي بيخلينا نحس بالبروده فترات النهار وفترات الليل بشكل كبير، مع طبعا انخفاض قيم درجات الحراره اللي بدا معانا منذ امس. طيب نشاط الرياح ده هل محمل برمال واتربه؟ لا الحمد لله، نشاط الرياح غير محمل باي اتربه ورمال مصارة، فقط نشاط رياح يساعد على البروده واحساسنا بانخفاض قيم درجات الحراره، بس ممكن يؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 2.5 الى 3.5 متر. البحر المتوسط غير مؤهل تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه، يمكن يتم اغلاق بعض المواني زي ما حصل بالامس في ميناء البرولوس، بعض المواني تم اغلاقها نتيجه ارتفاعات الامواج على البحر المتوسط. نكمل ان احنا اجواء فتره النهار هنحس فيها بالاجواء الشتويه المائله للبروده في معظم محافظات شمال البلاد. المناطق الجنوبيه طبعا اجواءها بتكون اجواء مائله للدفء فتره النهار، المناطق الجنوبيه اللي هو جنوب سيناء وجنوب الصعيد. فترات الليل كمان في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، يعني مش بس فتره النهار فيها انخفاض، لا عندنا فترات الليل فيها انخفاض في قيم درجات الحراره. صغرى فتره الليل بتتراوح على المحافظات الشماليه ما بين 10 وال 12 درجه مئويه، بعض الاماكن اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات الصعيد صغرى فتره الليل بتوصل ل 5 و6 درجات، وسط سيناء اقل من 5 درجات. عشان كده اجواء فتره الليل هتكون اجواء شديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه في ساعات الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر وفتره الصباح الباكر، الاوقات دي اللي بنسجل فيها قيم درجات الحراره الصغرى، واللي ممكن البروده دي توصل لحد الصقيع اللي بيتكون على المزروعات اللي هتبقى موجوده في محافظه الوادي الجديد، محافظات شمال الصعيد، وسط سيناء. تكون الصقيع معناها ان قيم درجات الحراره بتقل عن 5 درجات، فلازم ناخد بالنا كمان من الصقيع في وسط سيناء او في محافظه الوادي الجديد. بالنسبه لفرص سقوط الامطار نكمل معانا، احنا بالامس شفنا الامطار يعني متفاوته الشده على المحافظات الساحليه. اليوم ايضا متوقع استمرار فرص الامطار المتوسطه على كافه المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط الموجوده في السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري. تمتد الامطار بكميات اقل، امطار خفيفه للمحافظات الداخليه. هل هتاثر على اعمالنا اليوميه؟ في المناطق الداخليه مش هتاثر تماما لان كميتها هتكون امطار خفيفه في محافظات جنوب الوجه البحري، قد تصل كمان لمناطق من القاهره الكبرى، بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، فالامطار في الاماكن الداخليه مش هتاثر تماما.
الامطار في الاماكن الساحليه طبعا كميتها مش قليله، بس بالتعاون بيننا وبين غرف الازمات في كل محافظه ان شاء الله ما فيش اي تاثير على عملنا الانشطه، على عمل الانشطه اليوميه، لكن طبعا هي كميتها امطار متوسطه مش قليله تماما في اغلب المحافظات الساحليه زي محافظه الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، كمان دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، الاماكن دي كلها هي اللي معرضه للامطار بكميات اعلى من المحافظات الداخليه. الاحوال الجويه ديت اللي فيها بروده او انخفاض قيم درجات الحراره مكمله معانا على الاقل لمنتصف الاسبوع اللي جاي، يمكن احنا بكره الجمعه ان شاء الله كميه الامطار تقل ويحصل ان سرعات الرياح هتهدأ نوعا ما، هنحس ان الاجواء لسه فيها انخفاض في قيم درجات الحراره لكن كميه الامطار هتقل. ترجع تاني يوم السبت المنخفض الجوي يأثر علينا، تبدأ تاني كميات الأمطار تزيد مع استمرار طبعا انخفاض قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 18 والصغرى 10، العاصمة الإدارية 18-9، اسكندرية 18-11، العلمين الجديدة 17-10، مطروح 17-10، ودمياط 18-11، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 18-9. السويس العظمى فيها 18 والصغرى 9، العريش 19-8، كاترين 12-2، طابة 18-11، وحلايب 22-18، شلاتين 25-20، شرم الشيخ 22-15، والغردقة 21-14. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 18 والصغرى 8، بني سويف 19-8، الوادي الجديد 21-6، أسيوط 18-5، سوهاج 19-9، وقنا 20-9، الأقصر 20-10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 21 والصغرى 11. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، ومرة تانية هنروح لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي.